الحقيقة أنا يعني مداخلتي هتبقى مختلفة شوي، وأرجو أن أنتم تسمحوا لي أن أنا أتكلم بالطريقة دي. أنا كنت موجود في باريس في قمة المناخ في 2015، وفي الوقت ده طرح، وأنا بتكلم كده لا أقصد أبداً يعني الإساءة أو التقريع، لا أنا بس عايز أقول إحنا خلال اليومين دول وقبل كده، وأنا هقول ده، في 2015 كان في قوة دفع كبيرة جدا هنا في باريس لمؤتمر المناخ، ويعني وساعتها قدر وخصص 100 مليار دولار من جانب الدول المتقدمة لصالح يعني مساهمة منها في، لأن ده سيتم تكراره سنويا لصالح المناخ، وده كان أمر جيد جدا. وأنا كل اللي هسأله، يا ترى لو إحنا كنا نفذنا 100 مليار دولار لمدة 7 سنين لمواجهة تغير المناخ، النتائج في هذا الأمر، بالمناسبة أنتم قادة فكر وقادة رأي وفهم كبير، أتصور أن الفرق كبير جدا بين الخطة وبين تنفيذها، لأن ساعات رغم كل العلم اللي إحنا وصلنا له كبشر، إنما عندما نقوم بالتنفيذ نجد النتائج قد تكون أكتر وقد تكون أقل شوي، لكن ده ما حصلش. ساعتها أنا توليت رئاسة الاتحاد الأفريقي لمدة 2 عامين، وحضرت مؤتمرات، وكل زملائي القادة الأفريقية كانوا جايما معايا. رحنا اليابان، رحنا الصين، رحنا الهند، رحنا روسيا، رحنا إنجلترا، رحنا الهند من أجل يعني التعاون الاقتصادي بين القارة بظروفها الصعبة وبين الدول المتقدمة والصناعية الكبيرة. ودايما كنا بنتكلم، وكان كل زملائنا سواء من يعني زملائنا في القارة أشقائي أو من جانب الدولة المضيفة، كان بيبقى فيه كلام مهم جدا وفي استعداد كبير للتعاون. الحقيقة النتائج اللي تحققت خلال المدة دي حتى الآن، وأتصور أنا مش بتكلم باسم القارة دلوقتي، أنا بتكلم فيما أن إحنا قاعدين في محفل مهم قوي النهاردة وبنسجل كلام مهم لينا كلنا،